بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا والدة الزكية البربوري فاطمة داوود. أتكلت من قوة الله من هاي 15 يوم، الحين نسأل عنهم كلهم موجودين عندهم، أي مكان نروح كلهم مسؤولين، هم موجودين عندهم. إحنا بنعرف عنهم في وين موجودين، نسأل عنهم ما يعطونا خبر عنهم. دور المراكز كلهم موجودين عندهم، احنا نطلب لهم بزيارة أو نبى نشوفهم على الأقل.